هذا وأعلنت الأرصاد الجوية في اليونان تعرض البلاد لتساقط أمطار تراوحت ما بين 600 إلى 800 ملم خلال 24 ساعة في مغنيسيا بوسط البلاد، وهي ظاهرة غير مسبوقة في بيانات الأرصاد الجوية في اليونان والتي تقاس منذ 1958. ولقي شخصان مصرعهما بسبب الأمطار فيما فقد ثلاثة آخرون، ولحقت أضرارا بالبنية التحتية في وسط البلاد.